قريت الدفتر. بس أنا قلت لك لا تجيبين طاري. يعني تقر وتعترف بكل شيء. أنت ما تخاف يروح منك كل شيء؟ نعمة، لا تخليني أتحسف إني قلت لك. أنا آسفة إني قاطعتكم. لا. مو أنت اللي جيتي بيتنا؟ إي أنا. أم نبيل. إيه أم نبيل، إيه أذكرك. حتى راشد قال إنك جاية تطرين بيزات منا. أم نبيل نعمة بنت رانا، وأنا خفت إني أحرجها. عمي أكيد عرفت نعمة عدل؟ أكيد أكيد، شو ما أعرفها؟ شلون أنسى الأيام الحلوة هذيك، الأيام السعيدة؟ لكن يا يبا الأيام ماتت مع أهلها. مو كل شيء يموت يا راشد، غير بنادم، واللي حسبناه مات يرجع ويحط عينه بعينه. سوي اللي أقولش عليه وبس. راشد أنت متأكد؟ أبي قبل لا يطر النور خالص كل شيء، فاهمة؟ فاهم، بس لا تقولين بس. أقول هي البيزات هذه تكفي وزود. يا خوفي تندم. علياء فضلي معايا بيكلمك. فضلي ممكن حضرتك ما تكلمين نعمة بهالطريقة لأنها من حسبة أهلي. يلا عاد لا تحرفين بالحكي. أقول خالتي أم شيخة، تناديني أم شيخة تجيلها وايد على لساني، ما أقدر. أحس ودي أناديك خالتي. بعدين أنت إنسانة كبيرة بالعمر، عيب، لازم أحترمك. ترى أنت للحين داخلة بيننا، يعني غريبة، ويا غريب. طلال ريلي تزوجني، رضيتي ولا ما رضيتي؟ شيك تطالعيني كذي بعد هذا الصج؟ ما يبت شيء من عندي. وبعدين الطير إذا انحكر بزاوية مدة طويلة ما رد بعض. مسكينة، عبالك راشد بيعطيك الخيط والمخيط؟ عاد الصدقين ما أبي لا الخيط ولا المخيط. مكاني بينكم محفوظ حبيبتي. علياء أنا للحين مدت لك إيدي، لا تخليني أسحبها. لا والله، إيش قصدك؟ قصدي شفتي هالمملكة العظيمة اللي أنت الحين ملكة فيها ومستانسة بمكانك؟ يصير لها ملك جديد.